عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات. فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر. ولعل من العقود المستحدثة التي قد يشوبها هذا النوع من الغرر هو عقود التأمين بأنواعها المختلفة، تشمل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات، التأمين التجاري أو الصحي أو غيره من هذه المسائل. وهذه المسألة، مسألة التأمين، من النوازل التي جدت على المسلمين. ورغم ما تحمله هذه الفكرة من تكافل ظاهري، إلا أن للأسف بعض عقودها قد تشمل مخالفات شرعية وشروط فاسدة تحرم تلك العقود. والإسلام حث على التكافل والتراحم، ومن صور ذلك كما نعلم جميعا فرض الزكاة وتشجيع الصدقات ومساعدة الغارمين. ولذلك لعل بعض أنواع هذه الأنواع التأمين يقوم على هذا التعاون والتكافل، مثل مثلا التأمين بين النقابات المختلفة أو بين مجموعة من الأفراد. لكن للأسف هناك أنواع أخرى قد يشوبها هذا الغرر والفساد. لذلك حول مسألة حكم عقود التأمين والشروط الشرعية لصحة تلك العقود نتحدث في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا سابقا. مرحبا بك دكتورنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي الحبيب. أهلا بك دكتورنا. دكتور، طبعا فكرة التأمين يعني كفكرة أن يجتمع مجموعة من الناس وياخدوا مبلغ من كل فرد، بحيث أن لو حصل مصيبة لا قدر إلى أحدهم فيتضامنوا جميعا معه، الفكرة من الباب يعني فكرة تعتبر مقبولة عقلا. لكن ما هي المحاذير الشرعية التي تجعل هذه الفكرة يشوبها بعض الأمور الشرعية الغير صحيحة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم أخي الحبيب، فكرة التأمين فكرة حث عليها الإسلام، حث على التعاون، حث على التناصر، حث على التكافل، وقدم نموذجا عمليا كان منتشرا عند العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحث عليه وحسن منه وطور فيه، وهو نظام العاقلة. العاقلة هي أكبر من العائلة التي نقول عنها بالهمز، هي تشبه القبيلة الكبيرة التي كانت تتكافل وتتناصر فيما بينها. فإذا قتل أحد أفرادها رجلا يعني شبه عمد أو خطأ، ثم لم يستطع الحصول أو أن يدفع هذه الدية سواء كان غنيا أو فقيرا، تتضافر العائلة جميعا أو العاقلة جميعا في دفع هذا المال، وخاصة أن عدد الذكور في هذه العواقل كانت تتجاوز الآلاف، وبالتالي كل إنسان لو دفع نصف دينار أو دينار يستطيع أن يجمع الدية بكل سهولة. وأقر الإسلام هذا النظام بعد أن رفع منه القتل العمد حتى لا يحس الناس على القتل العمد. أما القتل الخطأ وشبه العمد فأقره الإسلام في ذلك. الإسلام يدعو إلى التناصر، يدعو إلى التكافل، يدعو إلى التراحم. وفكرة التأمين في العصر الحديث من أفضل الأفكار سبق الإسلام بها سبقا بعيدا قبل النظم الغربية. والفكرة لا غبار عليها أن يتعاون الناس كما تفضلتم في تفتيت هذه الآثار أو تصغيرها حتى تسهل على صاحبها. لكن المشكلة هنا في الطريقة. الإسلام عندما يحث على شيء أو يشرع شيء يشرع الغاية والهدف، ثم يشرع الوسيلة والطريق الموصل إليها. فإذا كانت الطريقة فيها شائبة أو فيها شيء حرام، لا تشفع الغاية النبيلة أو الهدف النبيل لهذا الأمر. ولذلك العلماء قسموا التأمين إلى قسمين: التأمين التكافلي والتعاوني والإسلامي والاجتماعي، كل ذلك قسم، وهو جائز بلا خلاف، جائز عند الفقهاء التأمين الاجتماعي كما يحدث في البلاد، أن يقتطع جزء من راتب الموظف الحكومي ثم يعطى له في صورة معاش. صحيح أن هذه الأموال تبدد وتسرق ويفعل بها ما يفعل من الحكومات، لكن الفكرة نفسها صحيحة، فكرة نفسها صحيحة ولا غبار عليها من الناحية الشرعية. وكذلك التكافل أو التعاون، كل هذه الأنواع، وفيها طبعا هذه الأنواع فيها التأمين على يعني ضد عند الوفاة، وفي التأمين على الممتلكات، وفيها التأمين الصحي، وفيها التأمين، كل هذه الأنواع موجودة في هذه الأفكار. ثم جاءت فكرة التأمين التجاري. أي نعم. فكرة التأمين التجاري هي التي وقف العلماء عندها في هذا الأمر، بعضهم والكثير منهم أجازها
وخاصة المجامع الفقهية وكثير من دور الإفتاء، وبعض الأفراد يعني منعها، وسنعرض يعني لاحقا عن السبب، سبب المنع أو سبب الجواز في هذا العقد. اي نعم. طب شيخنا يعني حول هذه النقطه تحديدا، في طبعا من انواع التامين، في تامين اجباري على الناس لا يمكن الخروج منه زي تامين السيارات مثلا او غيره، وفي تامين اختياري، الشخص ده ممكن بارادته يروح مثلا يامن على حياته او على بعض الممتلكات او كده. فالتامين الاجباري اعتقد يعني الحديث فيه ربما هو ضروره، لكن الموضوع على التأمين الاختياري مثلا، هل يجوز لي كشخص أن أنا أروح أأمن على حياتي مثلا؟ طبعا الذي أفسد هذا العقد أخي الكريم والسادة المشاهدين والمستمعين، الذي أفسده دخول طرف آخر يتحمل الغرر ويتحمل الضرر على الناس. لو كانت الحكومات تريد يعني أن تفعل هذا الأمر وتحافظ على هذه الأموال لاستطاعت أن تفعله بسهولة كما فعلت التأمين الاجتماعي، توسع هذا التأمين الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين على عند الوفاة والتأمين عند العجز والشيخوخة وغير ذلك، لو أرادت أن تفعل ذلك، لأنها الحكومات المفروض أنها ليست طرف، الحكومات تدير هذا المال وتستثمره في الحلال لصالح يعني أصحاب هذه المهنة، إذا كانت تجمع من المعلمين، تجمع من الأطباء، تجمع من العلماء، من العاملين، تجمع من غيرهم وتستثمر هذا المال في الحلال، ثم يعود الربح عليهم والخسارة عليهم، أي لا الربح لهم والخسارة عليهم. الذي أفسد هذا العقد دخول طرف ثالث يقول أعطوني هذا المال ولا شأن لكم به، أستثمره في الحلال، أستثمره في الحرام، لا شأن لكم به، وأنا أتعهد أمام الحكومة أنني سأقوم بما اتفقنا عليه. قد يخسر خسارة كبيرة فيتحمل هو هذه الخسارة والشريعة لا تقبل ذلك، أو يكسب مكاسب طائلة والمشتركون لا يستفيدون من هذا المال أو من هذا المكسب، ومن ثم جاء هنا الغرر وجاء الربا، أن هذا المال يستثمر في الربا ويستثمر في الحرام، وجاء الضرر الذي يقع على الناس، فالشريعة منعت ذلك. أما ما تفضلتم به مسألة الإجباري، طبعا الإجباري هذا الإنسان لا خيار له فيه. أي نعم. في كثير من الدول أو كل الدول بلا استثناء التأمين على السيارات إجباريا، لكني أستطيع أيضا في كثير من الدول الآن بفضل الله انتشرت شركات التأمين الإسلامي أن أنا أؤمن على سيارتي فيما يسمى بالتأمين التكافلي أو التأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي، وأستطيع أيضا أن أعمل عندهم تأمين صحي، وأنواع كثيرة من التأمينات موجودة عندهم، قد تكون شركات التأمين الإسلامي أقل شهرة وأقل صيتا من شركات التأمين العادية، لكنها موجودة. الذي يبحث عن الحق ويتحرى الحق إن شاء الله سيهدى إليه وسيجده إن شاء الله. وكما قلنا في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية ليست يعني خالصة من العيوب والمشكلات، أيضا شركات التأمين ليست خالية من العيوب والمشكلات، لكن هذه المشكلات تسأل عنها هي أمام الله سبحانه وتعالى. أما العقد الذي أعقده بيني وبين هذه الشركات فهو عقد صحيح من الناحية الشرعية، وإن كان هناك اسم تتحمله أصحاب هذه الشركات أو هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على ذلك. فأصبح عندنا البديل الآن، البديل الإسلامي الموجود، وهو يغطي كافة أنواع التأمين، سواء التأمين على السيارات أو التأمين على التأمين الصحي أو التأمين عند الشيخوخة والمرض والوفاة، وكل أنواع التأمين موجودة أيضا في التأمين الإسلامي أو التأمين التكافلي. فلا عذر لنا في ذلك أن نذهب إلى هذه الشركات، خاصة أن كل المجامع الفقهية التي درست هذا العقد والفقهاء المعاصرون معظمهم باستثناء طبعا بعض العلماء الذين يعني أفتوا بجواز هذه المعاملة، فنظروا إلى النظرية، قالوا النظرية جيدة فيغتفر التطبيق. لا، الشريعة الإسلامية تتعبدنا، الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بالوسيلة ويتعبدنا بالغاية، فنحن نقول لأن هذا العقد من أهم العقود في العصر الحديث، لا يخلو بيت من البيوت سواء كان موظف في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في غيره، يمتلك سيارة، يمتلك موتور، يمتلك أي شيء، حتى البيوت في بعض الحالات في بعض البلاد يؤمن عليها تأمينا إجباريا. ولذلك نحن يعني نرشد الناس وننصحهم وننصح أنفسنا بأن نسعى إلى التأمين الإسلامي ما وجدنا إليه سبيلا، فإذا لم نجد واضطررنا فالمضطر طبعا الضرورات تبوح المحظورات، والإنسان لا يحاسب إذا كان مضطرا أو مجبرا أو مكرها على عقد من العقود،
لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر إلا إذا عمل هذا العقد. إذا خلت البلد من التأمين الإسلامي ففي ساعتها أفعل النوع الإجباري وأترك النوع الاختياري. النوع الاختياري ده أنا أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. أما النوع الإجباري الاختياري فأنا يعني الإجباري فأنا مجبر عليه أو مكره عليه، لا يحاسبني الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طب مولانا مثلا لو مجموعة مثلا من العائلة أو من الحي مثلا عملوا صندوق وكل واحد بيحط مبلغ كل شهر، وعلى أساس مثلا أن لو أحد أهل الحي أو واحد من العائلة حصل له أي ظرف بيتفتحوا الصندوق وبيساعدوه في هذا الأمر، يجوز هذا الموضوع؟ هذه فكرة التأمين الإسلامي، فكرة التأمين الإسلامي قائمة على هذا، أن أدفع أموال قليلة بنية التبرع، وإذا حدث لي مكروه، وليس شرط أن يكون مكروه، ممكن يكون مناسبة سارة، يمكن في حالة الزواج، في حالة النجاح، في حالة أن يذهب إلى العمرة والحج، يعني أن يحدث شيء معين يتفق عليه أهل الصندوق، يقولوا إذا حدثت له كذا ندفع له كذا، وإذا حدث له كذا ندفع له كذا في السراء والضراء. وهذا ما تقوم به المجتمعات بغير عقود، بغير تأمين. معظم المجتمعات أخي الحبيب تفعل ذلك بما يسمى بنقوط الأفراح. أذهب إليك عندما يكون عندك مناسبة وأعطيك مبلغ من المال قل أو كسر على حسب إمكاناتي وعلى حسب قدرتي، وأنت أيضا ترد لي هذا المال أو أكثر منه أو أقل منه، فنحن نقوم بهذا الأمر. وهنا في ماليزيا يفعلوا هذا الأمر بشيء يعني من الدقة الشديدة، الناس هنا بسطاء ولا يبالغون في مسائل الأفراح وغير ذلك، فحتى وليمة الفرح وهي بسيطة جدا يتكافل الناس ويدفعونها في صورة هذه النقود البسيطة، ويسدد الرجل الذي قام بهذه الوليمة، وكذلك يتكافلون في شراء بعض الأشياء التي تنفعه في بيت الزوجية. تتكافل الناس جميعا، لو ترك الناس لهذا التكافل فهذا هو عين التأمين الإسلامي وفكرة التكافل بغير عقد. ولا بأس أن تكون عقدا، لو كانت عقدا منظما كما فعلت النقابات، مثل فكرة النقابات في الأطباء في مصر أو المهندسين أو المحامين أو غيرهم، كانوا يجمعون الأموال من هذه من المنتسبين إلى هذه النقابات ويستثمرونها في الحلال، ثم يضعوا الشروط، نعطي فلان كذا ونعطي إذا حدث له كذا سواء في السراء أو الضراء. هذه فكرة التأمين الإسلامي ونحن نحث عليها ولا حرج فيها شرعا. أي نعم. طب مولانا لو في شخص مسلم اشترك في تأمين من التأمين اللي هو الاختياري وفي بعض المحظورات الشرعية، وبعدين حصل له شيء فأخذ مبلغ من شركة التأمين، هل يجوز له أن هو يصرف هذا المبلغ ولا أصبح حرام عليه؟ لا، هو ليس حرام، لأنه لا يملك إلا أن يرده إلى هذه الشركة يأخذ هذا المال، ولكن ينهي معهم العقد أو يحوله إلى طريقة صحيحة. إذا كان فعل ذلك عن طريق الخطأ أو عن طريق أنه لم يعلم أو أي طريق سواء كان يعلم أو لا يعلم ويريد التوبة من هذا العقد يتحلل من هذا العقد، لكن المال الذي حصل عليه إذا أراد أن يخرج المال الزائد وكان في قدرته ذلك يأخذ ما دفعه فقط، ويعني ينفق ما زاد عن ذلك في أي وجه من وجوه الخير فهذا يكون أفضل. إذا كان فقيرا وانتفع بهذا المال فلا بأس أيضا، لكن يخرج نفسه من هذا العقد ويتحول إلى صورة من الصور الجائزة شرعا التي ليس فيها الغرر ولا المقامرة ولا الربا ولا الضرر الذي يلحق بالناس جميعا. تمام شيخنا. طيب آخر سؤال شيخنا في هذه النقطة تحديدا، مسألة الجمعيات هل تجوز شرعا؟ يعني مثلا جمعية، أقصد جمعية شيخنا مثلا كل واحد بيدفع مبلغ كل شهر وواحد بيقبض أول وواحد بيقبض ثاني وهكذا يعني. نعم، ليس فيها شيء طالما أن ذلك يتم بالتراضي. بعض العلماء المعاصرين أو طلبة العلم حرموا ذلك وقالوا أن هذا ربا، لكن طبعا ليس لهم دليل على هذا الأمر. إذا كان هذا يتم بالتراضي وأنا أدفع مختارا وأقبل أن أكون رقم 10 أو رقم 20 أو رقم 5 والآخر يأخذ الأول وهذا يأخذ الثاني على حسب الترتيب الذي نرتضيه فلا شيء فيها، لأني أخذ مثل ما أدفعه تماما لا يزيد ولا ينقص. الفكرة هنا أن المحتاج دائما نقدمه، يقول فلان سيتزوج، فلان سيسافر، فلان سيتخرج، نعطيه أولا نعطيه ثانيا نعطيه ثالثا، ويتم الاتفاق والتراضي بيننا في ذلك، فلا مشكلة في هذه الجمعيات مطلقا، والذين حرموا ليس عندهم دليل على هذا التحريم.